اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه طبعا بنرحب بضيوفنا اللي عملوا انجاز كبير جدا في الكاراتيه في البريمير ليج اللي اتنظم في مصر بمطلع الشهر. عملوا انجازات كبيره جدا لعيبتنا، لعيبه النادي الاهلي ومنتخب مصر. معانا حبيبه ماجد، اهلا بيك، منوره القناه. ده حضرتك شكرا. والف مليون مبروك على الانجازات وعلى الشغل وعلى المجهود المبذول. شكرا لحضرتك. بنرحب بمحمد رمضان نجمنا ونجم طبعا كاراتيه، وبنقول لك مبروك ومنور قناه النادي الاهلي. حضرتك هو انا فرحان ان انا موجود مع حضرتك. اكيد احنا اللي فرحانين، بطل زيك يكون مشرفنا وده برنامجكم. خلينا نطلع لاعزائي المشاهدين لتقرير عملناه عن ابطالنا، نقول لكم رحلتهم في البريمير ليج وارجع لكم تاني. نجح لاعبو الاهلي للكاراتيه في حصد 5 ميداليات كامله ببطوله البريمير ليج الدوليه والتي استضافتها الصاله الرئيسيه باستاد القاهره في مجمع الصالات الدولي خلال الفتره من 3 وحتى 5 سبتمبر الجاري. وحصل لاعبو المارد الاحمر على عده ميداليات في البطوله العالميه، ومنها 3 ميداليات في الكاتا جماعي وميداليتان في الكوميتي عن طريق محمد رمضان في منافسات وزن تحت 84 كيلوغرام وحبيبة ماجد في وزن فوق 68 كيلوغرام. وحقق محمد رمضان الميدالية البرونزية، وذلك بعد اعتلائه صدارة مجموعته بالفوز على بطل فنلندا بنتيجة 6-1، ثم التعادل مع وصيف بطل العالم الأوكراني، ثم الفوز على بطل النمسا بنتيجة 3-1، قبل أن يصاب بخلع جزئي في الكتف الأيسر في مباراة نصف النهائي ليحقق الميدالية البرونزية. فيما حصلت حبيبة ماجد على الميدالية البرونزية بعد خسارتها في دور الـ32 أمام بطل أوكرانيا بنتيجة 3-2، بالرغم أن نجمة الأهلي كانت متقدمة حتى الثواني الأخيرة بنقطتين للا شيء، قبل أن تصل الأوكرانية للنهائي لتمنح لاعبتنا فرصة اللعب على ميدالية عن طريق خوض أدوار الطردية. واستطاعت حبيبة الفوز في أول أدوار الطردية على بطلة سوازيلاند بنتيجة 6-1، وأعقبها الفوز على بطلة بلجيكا بنتيجة 4-0، قبل أن تفوز على زميلتها بالمنتخب منى شعبان بنتيجة 4-3 لتحصد الميدالية البرونزية في منافسات وزن فوق 68 كيلوغرام. يعني بسم الله ما شاء الله، حاجة تفرح الكاراتيه وأسرتها ولعبتها، حاجة بيبقوا خلقا وعلما وفنيات وكل شيء. حاجة الكاراتيه لعبة راقية جدا جدا. حبيبة يمكن أجيلك، خلينا أعرف السادة المشاهدين أكتر، إيه البريمير ليج؟ كم جولة مصر استضافتها قبل كده؟ كلمينا عن البطولة بشكل عام. هي دي كانت أول مرة مصر تستضيف البطولة دي، والصراحة كلنا كنا فخورين إن التنظيم البطولة من أولها في حتة الريجستريشن اللي هو تسجيل البطولة والميزان وكل الحاجات دي، كان احترافية، شغل احترافي، كان صراحة حلو جدا. بصات بتاخدنا من المركز الأولمبي عشان كنا معسكرين هناك لغايه الاوتيل، بنسجل وبناخد الاي دي بتاعنا ونوزن، وبعد كده نرجع تاني كنا للمعسكر بتاعنا. وكان يوم البطوله الصبح كنا بناخد برضو الباص بتاعنا لغايه الاستاد، والصراحه كنا يعني حاجه كانت تشرفنا كده كلنا. لا انا عايز اسالك كمان، هو بيبقى كم يعني دي اول جوله في البريمير ليج السنه، يعني السنه دي ولا في جولات تانية، ولا هل دي جوله في الوسط؟ يعني كم جوله بتتعمل على مستوى العالم؟ لا هو البريمير ليج بتتعمل كل سنه في البطوله في الدول كلها عموما، بس هي كانت اول مره تتعمل في مصر. في تاريخ مصر ما اتعملتش في تاريخ مصر، ومفروض تقريبا ان في سيريس اي كمان هتتعمل السنه الجايه هنا في مصر. 20 ده خلاص 2022. 2022 دي بوتين كبار جدا في الكاراتيه. طيب الجوله الثانيه من البريمير ليج، هل انتوا عندكم فكره هتبقى فين ولا؟ هي المفروض هتبقى في روسيا، هي كمان كام يوم. احنا لسه مخلصين معسكر. محمد احنا هو مسافرين. كويس انا اعرف ان محمد مسافر. لا مش عارف مسافر امتى؟ ان شاء الله يوم 28. 28 ده خلاص، ده احنا النهارده ايه ده، بعد بكره. بعد بكره مسافرين على طول. طب ده احنا حظنا حلو. حظنا حلو جدا. طب البطوله كام يوم؟ البطوله المفروض بتبقى 3 ايام. اول يوم بيبقى موازين اللي هي الـ50 وكده، وتاني يوم برضو نفس بقيه الموازين، اخر يوم بيبقى الفاينلز والبرونز. اغلب اللعيبه هتشارك، هي اللي شاركت هتشارك هنا وهنا.
حلو. ايوه بتبقى جامده. طب محمد يعني طمنا عليك الاول كتفك. الحقيقه انا شفت الفيديو اكتر من مره اللي احنا عرضناه ده. كتفك اخباره ايه؟ كتفك الشمال. والله انا يعني كتفي الموضوع ده بادي معايا من زمان من 2014 انا عشان عندي مرونه زي ده المفاصل. فانا الموضوع ده بتعرض له، ممكن اتعرض له في التمرين. في التمرين اتعرض له في البطوله، بس طبعا ما بيجي بيسبب الم لمده اسبوع لحظي والتهابات ليومين ثلاثه اسبوع يعني عشان ارجع تاني ان انا امارس. سؤال، انت عندك ستريتش في الوتر شويه في الكتفين ولا الشمال بس؟ لا يعني في الشمال اكتر يعني اللي صب يعني هي اكتر بيبقى في ستريتشنج زياده في الموضوع. بس انا يعني ادابتد مع الموضوع يعني انا متعود على الموضوع من زمان من 2014 لما قدرت ان انا في الفتره دي كلها ان انا اجيب بطوله عالم، بطولات افريقيا، بطولات في الدوري العالمي في الكاراتيه في كل دول العالم. فالموضوع مش مأثر عليا يعني، اكيد طبعا مأثر عليا بس انا بحاول يعني الامكانيات المتاحه احاول ان انا ايه اجيب بيها نتائج. بس برافو عليك يعني، الناس فاكره الرياضي مرفه وبيتمرن، لا ده بيتحمل الم. طب كلمني على البريمير ليج، كلمني على اشتركت ازاي، استعدادك كانت ايه، مشوارك في البطوله كانت عامل ازاي؟ احنا مبدئيا بطولات البريمير ليج هي بطولات دوليه بينظمها الاتحاد الدولي للكاراتيه، بتتعمل في كذا بلد، بتتعمل ممكن 7 في السنه او كده في دول مختلفه. كان في محطات اول السنه كان في البرتغال، بعد كده تركيا دي جبت فيها. البرتغال دي كانت قبل الاولمبياد، قبل الاولمبياد كان في بطولات قبل الاولمبياد. وانتوا وفي مجموعه من الكاراتيه شاركوا فيها، شاركنا فيها. كان في البرتغال وتركيا، انا تركيا جبت فيها برونزيه قبل كده في 2021، دي كانت الجوله الثالثه في مصر. هي كانت المفروض معموله في اوزبكستان بس اوزبكستان اعتذرت عشان فعلا كورونا، اعتذرت فمصر استضافتها وعملتها على اعلى مستوى زي بقيه البلاد يعني. انا هقول لك على حاجه، احنا بص دي الصور دي، انا لو شالوا المدرجات، انا عشان عارف مدرجات الصلاه لو شلنا المدرجات ونزلنا بالكاميرا شويه انا افتكر ان احنا ما اعرفش الصوره دي فين يعني، انا عرفتها عشان المدرجات. طبعا. انما لو نزلنا بالكادر شويه لا نقول دي اوروبا. ما طبعا ما انا زي ما بقول لحضرتك ايه اللقطه بتاعت اصابتك. بص يعني انت، انا حسيت الوجع في اول يعني كان وجع شديد. طبعا يعني هو انا حتى ما عملتش اي ديفنس يعني، انا ما حصل الموضوع هو ضرب ضربه خد نقطه فانا مش قادر بس ساعتها بقى الموضوع الدكتور اتعامل معايا رشيلي بين كان في اخر الماتش اخر 10 ثواني قدرت ان انا. طب كملت ازاي وبالالم ده يعني؟ انا كان المفروض تنسحب يعني. والله كنت المفروض السيمي فاينل انسحب فيه، بس انا حبيت ان انا اشارك في السيمي فاينل لسببين. اول سبب ان انا مش عايز يعني اباني ان انا خلصت البطوله كده من غير ما اعمل نتيجه. تاني حاجه ان انا النقط في التصنيف العالمي انا الثامن. الثامن على العالم، فانا المركز الاول والثاني لو وصلت فاينل تخليني ان انا ابقى الخامس على العالم، بس البرونزيه ضمنت لي ان انا ابقى السادس يعني في التصنيف العالمي. الحمد لله مركزين. يعني انت ما شاء الله مع بطوله روسيا يا ربي يوفقك ان شاء الله، بتهيالي ممكن توصل لبستر احسن 4 يعني. إن شاء الله. اللي قاعد قدامنا ده يا جماعه سادس عالم في وزنه ما شاء الله. انا اوريدي اصلا الناس حتى اللي فوقيه في التصنيف انا كسبتهم قبل كده يعني كذا مره ان شاء الله. لانك احنا كنا متابعين وكنا متوقعين انت تروح اولمبياد يعني احنا يعني بس قدر الله ما شاء فعلا. الحمد لله يعني هو الموضوع فرق يعني حاجه بسيطه. يعني انا جيت في لغايه شهر واحد التأهل الأفريقي، احنا بيبقى عندنا لكل الموازين بيختاروا أعلى ميزان أفريقي. صحيح. في النقط أنا لغاية شهر واحد كانت نقطي أعلى حاجة، بعد كده عبد الله ممدوح في آخر بطولتين هو يعني عالي في النقط شويه فهو اللي اتخذ التأهل. مفيش مشكله طبعا الحمد لله، بس طبعا مثل مصر يعني تمثيل مشرف وانت راجل سادس عالم وهتوصل ممكن تبقى اول عالم مع البطولات اللي شغاله دي. انت جاهز وكمان يعني في ايمج حلو جدا عن الكاراتيه المصري في العالم كله. كنت بتعمل تصحيح السفر الصبح كواليس يا باشا، احنا اللي بيجي ضيف هنا بيتراقب انا عرفت ان انت يعني كنت الصبح بتخلص اجراءات سفرك وبتاع. كنت بشكرك ان انت جيت نورتنا. ربنا يخليك، انا سعيد ان انا مع حضرتك يعني. لا ان شاء الله. طيب يعني يا حبيبي اجي لك انت طبعا، اللي لحقته جيانا اكيد فتح نفس الناس كلها يعني، وفتح كمان يعني زي ما بيقولوا سيدات الكاراتيه انها تحقق الانجاز ده. عندك طموح ان ده يحصل؟ هي صراحة جيجي أسطورة، ويعني أنا دايما بقول لها يا جيجي وكده عشان هي بجد اخوات وصحاب.
يعني هي بجد اسطوره الكاراتيه، وبجد انا نفسي في يوم من الايام ابقى احقق نص او ربع اللي هي عملته. قدها قدها ان شاء الله. يعني انا لسه عندي 20 سنه يعني. بس نفسك مفتوح. ان شاء الله. خلي بالك انت رانكك العالمي يعني ما شاء الله، يعني انت ماشيه على خطه كويسه يعني. انا دي اصلا بطوله البريمير ليج اللي هي اتعملت هنا دي كانت تاني بطوله ليا. يعني لسه في بطولات تانيه وهتوصلي في الرانك احسن. ان شاء الله. طب مين اللي بينافسك في مركزك؟ الهنا ولا بره؟ لا بره سيبك، يعني مصر احنا كلنا الميزان بتاعك. احنا في الميزان بتاعنا عموما يعني بيبقوا كلهم كواي ويعني جامدين. دول ايه؟ بتبقى كوريا الجنوبيه بتبقى جامده برضو. هي امريكا، هي اوكرانيا، أوكرانيا. في اوكرانيا كان كويسين. واليابان في ميزاننا في كان سايم حضرتك اخر بريمير ليج، بس في كانوا كويسين. هو دايما هم اليابان. قبل ما بتروحي البطوله بتشوفي مين اللي عمل ريجستريشن في البطوله ولا لا؟ يعني بتقدري تعرفي مين ولا بيعلنوها في الدرو ولا في سبورت داتا بيبان كل حاجه، بس انا بحب ان انا ما اشغلش بالي مين اللي جه ومين اللي ما جاش. انا بحب دايما اركز في مستواي انا، واركز في طريقي انا. وبعد كده لما بقى بينزل البولات بعد ما بنسجل وكده بشوف اول ماتش، بس اول ماتش مع مين خلاص كده. بس الدنيا عرفتيها خلاص كده تمام. طب قولي لي انت، يعني ما شاء الله انت شخصيه جميله متحمسه ورياضيه ناجحه. ايه قصه دراسه الفنون الجميله يعني؟ هو انا يعني فنون جميله قسم عماره كمان. تمام. طب ايه السبب؟ انا صراحه بعد ثانويه عامه رحت عملت امتحان القدرات وكده في فنون تطبيقيه وفنون جميله. ترسمي كويس؟ يعني الحمد لله. بس فنون جميله الصراحه حبيتها قوي. الزمالك والشجر وحاجات زي كده، وانا بحب الحاجات قوي. منطقه الزمالك. بحب الحاجات مش دي. الزمالك. لا لا منطقه الزمالك. لا انا مش قصدي، انا بوضح يعني. يعني منطقه الزمالك. ايوه انا صراحه بحب الحاجات دي قوي، والجامعه كانت مبهجه بالنسبه لي. فانا قلت لماما حتى لو انا يعني درجات جت هندسه انا عايزه اخش دي. انا كمان عايزه اخش عماره. يعني حتى لو دخلت هندسه كنت هخش عماره، فانا قلت خلاص انا هخش فنون جميله وعماره. على فكره اولاد عبد ما فنون جميله وعماره هو اللي احنا بناخده في. يا اخي سبحان الله، النجاح ما بيتجزاش. يعني بجد والله، يعني بصوا يعني ما شاء الله، سواء رمضان او انت حبيبه ما شاء الله يعني متحدثين وحاجه راقيه جدا، فلازم تكون دراستكم كده. على فكره رمضان برضه بيدرس هندسه. ايوه ليه يا ابني عملت في نفسك كده؟ ليه يا حبيبي؟ والله ما انا مهندس برضه، عملت في نفسك كده ليه؟ والله صعبه. طبعا صعبه جدا، وللاسف في الرياضه يعني انا بروح بطولات وبروح المنتخب وتمرين الصبح وتمرين بالليل معسكرات، وفي اوقات بيجي امتحانات لازم اجل الامتحان واعمل. ده عذاب أليم. الدنيا معايا عذاب أليم. انا كنت بنفس العذاب ده، بس ماشيه يعني. بس انا اخر سنه بس في مواد كنت ماجلها في سفريه تركيا اللي انا كسبت فيها دي، كنت ماجل مواد، فالمواد دي رحلتها للوقت. انا خلصت المشروع وخلصت كل حاجه، بس انا ناقص لي المواد دي بس. المواد دي بس ما شاء الله. طب انت قسم ايه؟ انا في مدني كمان. يعني كمان يعني مش هندسه يعني. انت مش مثلا مش واخد حاجه تتذاكر من الورق؟ لا ده انت واخد حاجه يعني شامله الاثنين، رسم وفورسز وحاجات. لا انت صعب، دراستها صعبه. بس ده جميل اكيد طبعا. احنا يعني بندي يا جماعه، يعني انتوا بتدوا قدوه للناس. انا يعني رياضه وما شاء الله وتعليم وكلام يعني عالي جدا. بس خلينا نطلع الفاصل اعزائي المشاهدين، نكمل حوارنا اللي انا مستمتع بيه. عيله الكاراتيه او اسره الكاراتيه حاجه راقيه جدا جدا، تابعونا ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن مصر كلها عرفت فريال اشرف وجيانه فاروق عشان ميداليات الاولمبيه طبعا ابطالنا، بس صدقوني في الكاراتيه عندنا نجوم يعني زيهم كتير، ونجوم شباب طالعين. يمكن حبيبه جيلك انت ليك قصه مع فريال حصلت قبل ما تاخد الميداليه وهي هناك في طوكيو. ايوه هناك بعت لها مسج قلت لها ان شاء الله يا فريال انت هتجيبي ميدل، وانا حاسه بكده قوي. فهي ردت عليا قالت لي ربنا يخليكي وشكرا على السبورت وكده. وبعدين بعد ما جابت الميدل قلت لها الحمد لله جبت الميدل. انا قلت لك بالظبط. فين الحلاوه بقى؟ هات الميدل. هاتي بقى الميدل، حلاوه الميدل. لا ان شاء الله تجيبيها انت باذن الله. ان شاء الله انت نفسك تجيبيها، خاصه ان سنك صغير 20 سنه. 20. بس بصي حلاوه من فريال دي ما فيهاش كلام. انت يعني اوعى تسيبي حقك، انت لو سبتيه احنا مش هنسيبه. طيب قولي لي، يعني خلينا نتكلم عن رؤيتك لمستقبلك لكاريرك في الكاراتيه. كل لاعب لازم يبقى عنده رؤيه، هو عايز يوصل فين وعايز يبقى ايه. رؤيتك لنفسك ايه؟
وانا الحمد لله البريمير ليج اللي فاتت اللي جبت فيها برونز الحمد لله حسيت ان انا خلاص بدات هو على التراك، ويعني حتى لو وحصل معايا مشاكل خسرت لا قدر الله او حاجه زي كده هفضل اكمل، عشان يعني انا شايفه نفسي ان لا انا ليا مستقبل. حاجه ممكن تعطلك؟ لا ما اظنش ان في حاجه هتعطلني. الدراسه انا بعرف امشي الدنيا ما بينها وما بين الكاراتيه. بتمشي موت انت محمد رمضان بتقعدي 3 ايام صاحيين. انا ممكن صاحيين يا كابتن افضل 3 ايام صاحيه، بس في الاخر لما بخلص الحاجات ببقى فخوره بنفسي ان انا قدرت اخلص مثلا امتحان وجبت فيه جيد جدا مثلا، وفي نفس الوقت قدرت ان انا احقق هنا جمهوريه مثلا كبار او حاجه زي كده، ان هي دي اول او تاني سنه ليا عشان كورونا طبعا مش دعوه بيها قفلت خالص، فممكن نعتبرها اول سنه ليا كبار. فبالنسبه لي ان انا اجيب فيها جمهوريه وبعد كده اخش تصفيات منتخب بعد كده اخش البريمير ليج، فانا مش شايفه نفسي لو تاخدي ميداليه برونز في البريمير ليج دي حاجه صراحه، ودي تاني مره ليا في البريمير ليج عموما، فدي صراحه يعني الحمد بداية لله بدايه كويسه جود ستارت. طيب احنا اعزائي المشاهدين يعني احنا يعني زي ما قلت لكم الموضوع مش مقصور في الكاراتيه على يعني الاثنين لعيبه او ثلاثه لعيبه، لا عندنا نجوم، والاستوديو الحقيقه لو يسع اكتر من كده كنا هنجيب، وفي لعيبه يعني من منتخب مصر والنادي الاهلي حققوا ميداليات كمان في البريمير ليج. احنا مش قادرين طبعا هيكونوا معانا في حلقات اخرى، بس لازم يكون وجود ليهم وجود مع حلقتنا او في حلقتنا النهارده. معانا نهى عزب خدت برونزيه الكاتا، اهلا بيك يا نهى. ازي حضرتك؟ الف مليون مبروك، وكنا نتمنى تكوني معانا، ان شاء الله تكوني معانا حلقه ثانيه. الله يبارك في حضرتك ان شاء الله. كلميني عن ميداليتك ومشوارك كان في البطوله عامل ازاي يا نهى؟ والله احنا كنا في معسكر قبليها تقريبا شهر، وجت البطوله كنا زي تقريبا ما حبيبه قالت احنا كنا كل يوم الباص بيجي وبنروح، وكان التنظيم بتاعها حلو جدا ككل حاجه تقريبا، كبساط وكتنظيم، وكطبعا عشان كورونا والكلام ده كله ما كانش في حد بيدخل وكده. طيب والبطولة كانت يعني كانت الناس اللي فيها كانت جديدة، وكانت بطولة يعني قوية أكيد أكيد. وخليني أقول لك يا نوع إن أكيد البطولة دي فرقت معاكي في ترتيبك، يعني ترتيبك بقى كام وكان كام وبقى كام؟ ترتيبي في الرانك يعني؟ كان الرانك العالمي كان كام وبقى كام؟ الرانك الجماعي مالوش دعوة بالرانك، الرانك بيتحسب على الفرق. انا لعبت فردي البطوله دي كانت اول بطوله ليا بريمير ليج العبها فردي، عشان انا سني لسه جاي يعني انا ممتاز سني جاي، دي اول بطوله شارك فيها بريمير ليج مع الكبار. هايل. انت كام سنه يا نهى؟ انا 17. ما شاء الله يعني لسه قدامك العمر كتير ما شاء الله، يعني مستقبل واعد، وان شاء الله اكيد هنتكلم معاكي اكيد. وخلي بالك انت كمان ايه هشام زميلتك كمان يعني نجحت برضو في نفس الكلام تاخد ميداليه برونزيه على ما اتذكر، يعني ما شاء الله. اي اختي كبيره يعني اي جابت في الفردي تقريبا مركز خامس. ودي حاجه حلوه قوي عندنا في الكاسه كتقدم، عشان احنا كنا بعاد بقالنا فتره بالنسبه للفردي. برافو. هي ما شاء الله يعني جابت خامس البطوله دي، واحنا جبنا مع بعض في التيم يعني ثالث برونز. هايل. في تفاهم بينكم من بعض. يعني جدا يعني هي بالنسبه لنا اختنا الكبيره، وهي يعني كابتن الفريق وهي المسؤوله عننا، هي كل حاجه دلوقتي. ان شاء الله يا نهى بكل التوفيق ليكي، وبنشكرك شكرا جزيلا. نهى عزب لاعبه النادي الاهلي الكاراتيه ولاعبه منتخب مصر الكاتا، بشكرك. يمكن بيبقى حلو لما يبقى يعني مجموعه كبيره من النادي الاهلي طالعه ومنتخب بتمثل، بتهيألي اكيد حاجه كويسه. هو الاهلي احنا فريق واحد وروح واحد وروح واحده يعني، ف دي حاجه جميله في النادي الاهلي بصراحه، ان احنا الكباتن كلها مع بعض. احنا انا ما بروح اتمرن في النادي، انا مش مع كابتن واحد، انا بحس ان الكباتن كلهم بيساعدوني، اي حد عايز يضيف اضافه. طبعا دكتور مضى عاصم رئيس الجهاز هو طبعا، ودكتور محمد حسن، هم عاملين الاسره دي من زمان يعني. صحيح. من قبليه، من ايام دكتور مهند عضو مجلس الاداره، من بطل عالم طبعا، بطل عالم طبعا، الكلام ده كله موجود في الاهلي، وكلنا بنساعد بعض وكلنا اخوات يعني. طب قول لي يعني انا سالت برضو يعني حبيبي عن رؤيتها للكارير بتاعها الفتره اللي جايه، انت برضو لازم اسالك اقول لك رؤيتك، شايف يعني عايز تعمل ايه اللي انت عايز تحققه؟ والله اي لاعب كاراتيه طبعا حلمه بطوله عالم كبار، فالمفروض في بطولة عالم كبار جاية في نص نوفمبر. نوفمبر فين؟ في دبي. بتعمل في دبي، فدي ستيب يعني المفروض بنجهز لها. والمفروض في بطولة عالم أساتذة
هتتعمل اعلام اساتذه دي اللي هي بتجمع اول ثلاثه في العالم في الرانك، وبتجمع اول ثلاثه في جايبين ميداليات في بطوله العالم في دبي. هي. وبيبقى فيه اتنين تمثيل قاري. طب سؤال، لو في لو في واحد من الثلاثه اللي هو يعني مثلا سي الاول على العالم خد ميداليه في دبي، بياخد اللي بعده. بياخد اللي بعده. فهو ده انا برضو يعني دي كستيب ثانيه، الفوكس على بطوله العالم ما حصلش. تبقى انت في الرانك الثالث. ايوه انا دلوقتي السادس، ف عايز تخش الثاني. يعني عايز اعلى في الرانكات. يعني عندي بطوله روسيا لازم اركز عليها ان تعليني في الرانك ان شاء الله. وفي محطتين كمان قبل ما تقفل الرانك، في واحده في شهر واحد في النمسا، وفي ان شاء الله كويس في شهر اثنين في دبي. ده بعد كده طبعا انت مسافر ممثل المنتخب يعني في بطولات المنتخب بيسفرك فيها، وفي بطولات ما بيبقاش المنتخب يعني بيروحها او كده، فبضطر ان انا اسافرها على حسابك. طبعا يعني طب يعني بيبقى الموضوع اكيد مكلف يعني. حتى يعني انت بتضحي يعني بفلوس وبتضحي بوقت عشان عشان حلم يعني الواحد حلم طبعا ان انت لما تجيب ميداليه في بطوله عالم او تجيب ميداليه في بطوله عالم اساتذه او اللي هي وورلد جيمز، فدي حاجه كبيره. وورلد جيمز زي الاولمبياد يعني. صحيح. زي الاولمبياد. صحيح. وعايز اقول لك يعني الناس لازم تشوف قد ايه الرياضي بيضحي وبيعاني. طبعا. خاصه الالعاب الاخرى، ان هو يعني بيدفع من جيبه وبيدفع ومن وقته وكل شيء عشان يحقق حلمه. مش كل دايما بيلاقي رعايه او بيلاقي حد يدفع له كل نفقاته، بس ده حلمه ان شاء الله ربنا يساعدك فيه باذن الله. اكيد. واتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق حبيبه. برضو يعني انت نفس الكلام، هل في بطولات بالسفريه على حسابك والكلام ده كله؟ بس برضو النادي الاهلي ساعدني كتير قوي. يعني اول بطوله دوليه سافرتها وانا صغيره خالص، كان عندي 15 سنه فعلا، سافرتها مع في دبي. كان طبعا النادي الاهلي، والحمد لله كنت جبت فيها تاني فردي، وفي الجمعيه الحمد لله جبنا فيها تاني برضو. ودي كانت حاجه يعني النادي الاهلي على قدر الاستطاعه بيساعد. واول سيريس اي دخلتها، واحنا لازم نلعب الاول سيريس اي عشان نعرف نخش البريمير ليج، عشان البريمير ليج دي المفروض ال 200 بس اللي على العالم. اول 200 بس ما ينفعش بعد. طب الرانك اخره كام يعني؟ يعني مثلا نتكلم مثلا سي في مثلا تنس دايما ال 100 الاوائل دول هم بيبقوا، انتوا عندكم ال 200 صح؟ يعني 200 الاوائل. طب انتوا الرانك بيبقى كام؟ 200 اوف كام؟ يعني 200 اوف 600 لاعب 700 لاعب؟ هو احنا اهم حاجه عندنا ال 200، ان احنا نخش جوه ال 200، وبعد كده مع كل بريمير ليج بنخش جوه ال 100. في ساعات بريمير ليج بتبقى عايزه 100 بس. فعلا 100 بس. دي بتبقى صعبه شويه. دي بتبقى اقوى بقى اللي هو كل الناس الابطال وكده، دي بتبقى اقوى. فكان اول سيريس اي دخلتها كانت في تركيا. دي صوره، دي صوره ليكي في مع الميداليه. دي بعد ما خلصت بالظبط. بعد البطوله على طول. دي مين اللي معاكي؟ هي من الورقه الثانيه، دي اللي جابت ثالث برضو بس من الورقه الثانيه. من الورقه الثانيه. هايل. طيب ويعني الميداليه شكلها حلو. صراحه احنا يعني الميداليه شكلها حلو. هو في ايه؟ حلو. معاك وريني الميداليه. شفتوا بقى يا جماعه، شفتوا بقى الجمال. السلام عليك رمضان. ده انت كده عملت لنا مفاجاه على مفاجاه رمضان على الهواء. الميداليه مع ميداليه البريمير ليج، ده الثالث. ايه الجمال ده؟ بسم الله ما شاء الله، دي حلوه جدا. بصوا يا جماعه يعني معلش لو الكاميرا تجيبها. ايوه لو الكاميرا كلوز كده. لا يعني انا بحاول ازودها لكم على الكاميرا يعني. واخد بالك مكتوب ورا كايرو 2022 كاراتيه 1 بريمير ليج. ده وشها ظهرها اهو، ده ظهرها وولد دبليو كي اف. لا حاجه، وعايز اقول لكم تقيله ما شاء الله. كاراتيه فيدريشن. لا حتى على فكره انا عايز اقول حاجه، والكارج بتاعها واللي هو الحامل بتاعها عاملينه بصراحه بطريقه احترافيه جدا. زي اللي احنا بنشوفه بره فعلا. طيب خلينا ارفع لكم سنه كده معلش، نجيبها تاني ان شاء الله لما يبقى معانا كمان بطل اولمبي معانا ان شاء الله. هنوعدكم نجيب تحت كده شويه. انا عايز اقول لكم ان شكلها، انا عايز اقول لكم الميداليه فيها ميزه يعني. اولا بتبقى انديكيشن عن البلد يعني. لو الميداليه حلوه بتلاقي الناس كلها تقول لك لا ده في، لان الميداليه دي انديكيشن عن البلد المنظمه. فبتهيألي مصر اللي كانت عامله الميداليات دي. فزي ما انتم حضراتكم شايفين ده البريميوم ليج، حاجه فخيمه جدا. وشها تاني، حاجه فخيمه جدا جدا. ده وشها تاني ان شاء الله نجيب لكم برضو معلش. ايوه كده ده يعني واخد بالك. شكرا يا رمضان على المفاجاه دي. يعني حاجه جميله جدا جدا يعني. ونتمنى لك ان شاء الله بتبقى
طيب دي يعني محتاجها ولا ضروري؟ الميداليات دي بتبقى زي ولادي طبعا يا باشا. لا طبعا طبعا كده بتتعلم تتعلم يعني محتاجها ضروري. كل احنا بنقبل الهدايا عادي. لا بجد حاجه جميله ونتمنى لك التوفيق طبعا لانه حاجه يعني جامده جدا. ويعني عندي كم ميداليه؟ طب هل يعني من دول عندي كتير قوي. انا كنت عايزه اجيب حاجه اعلق فيها فحطيتهم في درج كان تقيل قوي. بقول لماما هاتي بقى بسرعه يا ماما عشان ما ينفعش كده. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. فبطولات بقى جمهوريه وبطولات بقى بتاعت بره كتير قوي وكلهم بيبقوا تقال كده. فصراحه بنبسط بيهم كل ما ابقى احس ان انا مثلا وحشه في التمرين او حاجه زي كده بفتح الدرج واشوفهم. لا انا هكمل هدوس على نفسي. حاجه جميله ونجاح جميل. يعني انتوا بصراحه واجهه مشرفه. الواحد سعيد بالحوار ده بامانه النهارده. بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين. نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا عن الكاراتيه ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. مكملين حوارنا مع نجوم الكاراتيه وابطال الكاراتيه في النادي الاهلي ومنتخب مصر. حبيبه انت ليك اخوات؟ بيلعبوا كاراتيه برضو؟ لا صراحه هي كانت اختي الاكبر مني هي دي السبب ان انا دخلت الكاراتيه اصلا. فعلا اكبر مني بثلاث سنين هي اللي قالت لبابا انا عايزه اخش الكاراتيه وانا كنت ساعتها صغيره. فبابا قال خلاص ندخل حبيبه مع يارا اختها. ويارا ساعتها قعدت سنه او سنتين وبعد كده بطلت عشان رجليها اتكسرت وانا بقى كملت في اللعبه دي. يا خبر ابيض. طب انت لما يارا رجليها اتكسرت يارا مش كده اختي يارا لما رجليها اتكسرت ما خفتيش من الكاراتيه؟ لا صراحه انا صراحه يعني انا كنت شقيه جدا صراحه. كنت اشوف اخويا صباعه بيتجزع اقول لا مش عايز اللعبه دي. انت شفت اختك رجليها بتتكسر؟ رجليها اتكسرت قدامي واتجبست وكل ده وانا كملت عادي جدا. لقلبك بس حبه اللعبه. انا بحب اللعبه جدا وكل ما يحصل لي اصابه مثلا اقعد فيها. يعني انا قبل البريمير ليج اللي انا جبت فيها تالت كان عندي اصابه في ركبتي قعدتني في البيت شهر ونص. ايه ده؟ دي كانت إيه بالنسبه لي كانت لا خبطه في الركبه كدمة. كان في تصفيات منتخب ما كملتش التصفيات اصلا وطلعت على طول على المستشفى وكان بقى في قطع في الغضروف الخارجي. طب ما حتكتيش عمليه او حاجه؟ لا الحمد لله كانت راحه وبعد كده تقويات. بس انا كنت طول الشهر ونص كنت متضايقه جدا. ديك على قلبك. وعشان انا في السيزون لسه ولسه عندنا بطولات جايه والاصابه دي هتنزلني امتى. وكل شويه لما اروح للدكتور وكنت بتابع مع الدكتور مراد يقول لي لا لسه عايزه تمارين اكتر ما ينفعش تنزلي دلوقتي لازم تقوي الركبه الاول. فدي كانت بالنسبه لي توتر جدا عشان تروح تاخدي برونزيه. الموضوع كان صعب مع هندسه في الدنيا. حماس بقى. لا حاجه جميله. طب قولي يعني قبل ما اجي لك رمضان طب مين اللي تعب معاكي اكتر والدتك ولا والدك؟ صراحه هما الاثنين بس اكتر حد كان بابا. صراحه بابا معايا في كل حاجه في تمارين حتى لو هو ما تعبش. حتى لو هو ما تعبش يا حبيبي هو اللي بيتعب. صراحه ماما كمان تعبت معايا بس هو كان بابا اكتر واحد بيسبورتني واكتر واحد لما مثلا في اي بطوله هنا مثلا اكون متوتره في الماتش او حاجه زي كده ابص له اللي هو تمام خلاص انا نازله الملعب هكسر الدنيا. ربنا يخليهم لك يا رب. ربنا يخليك. طب خليني اعرف منك رمضان كمان انت ليك اخوات؟ انا ليا اختين. اكبر ولا اصغر؟ لا اكبر مني. لعبوا كاراتيه؟ يعني اختي اللي هي الاصغر الوسطانيه يعني كانت بتلعب معايا كاراتيه زمان خالص ويعني اللي هو في الاول خالص وما حبتش الموضوع قوي يعني. قريت لعبه ولاد وكده بس غريبه برضو يعني نفس الكلام بالنسبه لحبيبه. طب انت اخواتك بطلوا يعني هي بتشوف دلوقتي اختي بتندم بتشوف الابطال تشوف الابطال تقول لي انا كان ممكن اكمل كان فعلا لان هي وهي صغيره ما كانتش عارفه. ايوه طبعا بس كل ما شيء نصيب. طبعا. طب يعني برضو اخواتك بطلوا او ما لعبوش رياضه؟ بيبقى صعب إن لما بيبقى اسره كلها رياضيين بيبقى الدنيا اسهل بس انت اكيد تعبت بابا وماما قوي. طبعا. مين اللي تعب معاك اكتر؟ لا هما الاثنين بصراحه بيتعبوا معايا والاثنين على طول بيدعموني. يا رمضان يا ماما يا رمضان بصراحه. يا عيله بابا يا رمضان. انا كنت هقول دلوقتي بس بصراحه ماما طبعا بتتعب معايا يعني. ماما في وقت من الاوقات يعني ربنا يخليها كان في وقت الكورونا وكده كانت بتمسك الميت عشان اتمرن عليه. فعلا؟ والله كانت بصراحه يعني بتمسك عشان تتمرن عليه عشان فيعني الام برضه يعني خليها. ولا وبابا برضه عشان طبعا بس اتفرج على البرنامج احنا كده فير. هي قالت بابا وانت قلت بابا بيدعمني معنويا يعني هو بيتكلم معايا يدعمني يفضل يقول لي المفروض تعمل كذا يعني يدعمني طبعا. طبعا دور كبير. احنا بنهزر انما الاثنين طبعا اساسيين. خاصه انت قلت لي والدك مهندس. بابا مهندس يعني برضو في عين شمس. كان في عين شمس. شمس صعبه قوي. طبعا الله يكون ده كان برضو كان في حياه صعبه جدا. عين شمس من الجامعات الثقيله فنيا يعني بس يعني في التوتال انت كافحت لان انت ما كانش عندك
او انت الوحيد الرياضي في اسرتك؟ طبعا ايوه، حته ان اللي هم يفهموا الضغط الرياضي او الرياضي، ان انت يعني انا مثلا باجي اقعد بعد المعسكر جامد، ممكن اقعد مثلا لوحدي كده، عايز اقعد لوحدي افصل الحته دي مثلا، ممكن هم ما يعني ممكن يفتكروني ان انا متضايق منهم. لا ما انا عايز افصل، ايوه عايز اعمل لا شيء. ايوه والله حاجه جميله رمضان، بجد بنشكركم، الوقت عدى بسرعه الحقيقه. انا طبعا ما حسيتش بالوقت. والله انا بشكرك يا رمضان. محمد رمضان طبعا نجم الكاراتيه ويعني نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، بشكرك نورتني وشرفتني. انا بشكر حضرتك على الاستضافه الجميله دي، ربنا يخليك. ان شاء الله تكون ضيفنا تاني وتالت باذن الله. ان شاء الله كابتن عيسى. حبيبي ماجد، نجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر وتالت البريميوم ليج في القاهره، بشكرك نورتني وشرفتني. شكرا لحضرتك والله، انا مبسوطه جدا بحضرتك. لا ده انتم منورينا، وكل التوفيق ليكم. اعزائي المشاهدين، زي ما حضراتكم شفتوا الكاراتيه حته ثانيه، حته ثانيه يعني في كل شيء، فنيا وخلقيا وعلميا. نتمنى التوفيق، ونتمنى يبقوا قدوه لكل الشباب وكل النشء اللي طالع. بشكركم شكرا جزيلا حسن المتابعه، انتظرونا وحلقه جديده من الابطال.